طحيني كيك، أكلة حلو صحية قليلة بسعرات الحرارية. 40 جرام من الشوفان، 50 جرام من الطحيني، 2 بيضة كاملة، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح خفيفة، وسيروب فانيل ملعقة صغيرة، محلي ستيفيا ظرف واحد تقريبا شي 2 جرام. وهلأ بنخلط كل المكونات سوا، نخلطهم منيح، بنحرك منيح حتى يصير معنا هذا القوام هيك. هلا بنحطهم بطبق الكيك اللي عليه ورق الزبدة، بنخليها نفس السوك هيك. آخر شي على الوش بنضيف شوكو تشيبس بس شوي. هلا بنحطها بالفرن لمدة 10 دقايق درجة الحرارة 180.